ما شاء الله بيتحرك زي ما يكون ماشي على الأرض أو ماشي على المية. ما شاء الله أحمد من هنا من سمنود ديليفري السكيت طبعا شهر هنا في مدينة سمنود بديليفري السكيت أو أغرب ديليفري ممكن تشوفه في مصر كلها. ما شاء الله، تعالى يا أحمد تعالى. منورنا. الله يخليك. إيه بقى الفكرة الجميلة دي جات لك منين؟ يعني أبدأ قبل أي حاجة، يعني عايزك تعرف نفسك للسادة المشاهدين. أنا اسمي أحمد شاهين، حاصل على بكالوريوس جوزة وتعليم في إعادة هندسة، تمام؟ سني 23 سنة، من مدينة سمنود، كويس جدا. حضرتك قلت لي يعني بدأت الموضوع إزاي؟ يعني بداية طبعا بدأت من أيام الجامعة، يعني طوال الأربع سنين خلال من بداية خالص من أول أربع سنين أنا شفت بدأت السكيتنج في القاهرة، حبيتها جدا جدا جدا. تعلقت بيها جدا، بدأت إني أشتري سكيت كويس جدا. زي ما اشتريت سكيت بدأت أنزل مع ناس كويسة جدا في القاهرة، ناس على أعلى مستوى يعني ما شاء الله عليهم، وبدأت أتطور يعني ستيب باي ستيب كده، بدأت أتطور واحدة واحدة يعني خطوة خطوة، بدأت أتمكن شوية بشوية 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 يعلى يعلى يعلى. خلال الأربع سنين بدأت بقى إيه، أصلا دربت هناك بقى، خلال الأربع سنين دربت في القاهرة واشتغلت مأمنة التدريب كويس. بعد كده لما خلصت الاربع سنين نزلت البلد هنا، فتحت الاكاديميه، اول اكاديميه في مدينه سمنود، سمنود سكيتنج كلاب. انت اللي بدات التدريب السكيت هنا في مدينه سمنود؟ في سمنود. تمام أكاديمية. تمام كويس. وبعد كده بالنسبه بقى للشغل السكيتنج، انا بقى يعني اثناء خلال فتره الشتاء، فتره عصوري المدارس والدروس، تمام، بيبدا المدربين يقلوا شويه. فانا خلال الفتره دي مثلا او وقت الفراغ بتاعي يعني انت عاوز تقول ان انت حبيت ان انت تشغل فراغك الوقت اللي ما فيهوش تدريب بالرياضه. يعني دخلت انا بقى مجال السكيتنج في شغل تاني. من ده طورته بعدين انت توصل بيه ديليفري بالظبط كده. من هنا جت الفكره ان انا وقت الفراغ في ايام الدراسه وايام المدارس والدروس ان انا ايه اشتغل ديليفري. طبعا مش دايما بالسكيت يعني، حسب الطريق يعني، بشتغل بالعجله كمان، تمام، حسب الطريق يعني. الطريق لو ممهد باخد السكيتنج عادي، لو طريق ينفع نروح بيه بسكيت عادي مش مشكله خالص، لو ينفع بالعجله، لو الطريق مش ممهد باخد العجله اي رياضه يعني. طبعا لسه هسالك، ايه الصعوبات اللي قابلتك من وقت ما بدات فكره التوصيل للدليفري بالسكيت؟ هي اكيد في صعوبات، ولكن انا ما حطيتش بقى خلاص انتقادات. مثل ايه؟ ازاي؟ ايه اللي واجهك صعوبات انتقادات اثرت فيك؟ مثلا انا بص ايه اللي انت بتعمله ده يعني، يعني ثقافه الناس هنا، واجهت بعض السخريه من بعض الناس؟ بالظبط. ثقافه بلد هنا او مدينه سمنود غير مثلا ثقافه زي محافظه زي القاهره زي طنطا زي المنصوره، مختلفه تماما. ثقافه الناس هنا يعني تحت شويه، مش انتقادات، ولو يعني وقفت مع انتقادات الناس مش هكمل. اي والله بجد مش هكمل، ولكن لا انا الانتقادات دي على طول بتطور ضهري خالص، وطبعا ما بردش عليها، ما بردش على اي انتقادات خالص اطلاقا يعني، مش اي انتقادات، انا دايما ايجابي، بحب الكلام ايجابي، اي انتقادات ما بردش عليها وما بردش عليها خالص. طيب في حد يعني شجعك؟ شفت نماذج نماذج حد شجعك؟ اكيد في ناس بتلعب، من الناس الكبار اللي بيلعبوا بالقاهره، اكيد في نماذج كتير ان شاء الله. بتكلم عن هنا يعني من واقع تجربتك، من يعني في كلام اتقال لك كده شجعك على واداك دفعه لقدام، ايه هو؟ لما بدات اخرج بالسكيتنج والباوتش والدليفري الكلام ده كله، لقيت يعني ناس بتقول لي مثلا ايه ما شاء الله عليك، ده حاجه جميله قوي، انا اول مره اشوف الكلام ده، يعني ده حاجه جميله، طب وريني كده بتعمل ازاي؟ بدأوا بقى مثلا انا ياخدوني بقى على الشغل خالص، لا ورينا انت بتعمل ايه؟ بتمشي ازاي؟ بتحرك؟ ونفس الاسئله حضرتك بتسالها بيسالوها لي برضه، ايه الانتقادات؟ ايه اللي بيواجهك؟ بتلاقي حد بيضايقك؟
كل الكلام ده بيسالوه. يعني حتى الناس اللي بتديني دفعه ايجابيه تسالني هل بيحصل كده. طيب انت لما بتروح لحد باوردر ويشوفك داخل عليه بالسكيت, اول يعني الجمله اللي بيقولها لك بتكون ايه؟ يعني شايف حاجه غريبه يعني كلها بقى يعني اساليب التعاقب كلها مختلف يعني اساليب, يعني كل اساليب التعاقب يعني اساليب التعاقب كلها. ما لفتش انتباهك او ما لقيتش حد بقى بدا شاف شافك وانت شغال بالسكيت كده وحب يقلدك؟ هم ما اعتقدش, يعني هم حبوا الفكره ولكن ما حدش قال لي مثلا انا هعمل كده, لان يعني لان يعني ثقافه السكيتنج لسه ما انتشرتش قوي في المدينه هنا, فما حدش لسه اعتقد يعمل كده. يعني لان عشان حد يعمل كده لازم يكون متوازن بشكل كبير, ما ينفعش ينزل يمشي في الشوارع او كده بالسكيت وشايل حاجه على ظهره, صعبه جدا في البدايه, فلازم يكون متدرب بشكل كافي ومتوازن على السكيتنج بشكل كبير جدا, لازم يكون عنده قدر من التوازن كبير جدا عشان يعمل حاجه زي كده. فاكيد ما حدش عنده الفكره دي دلوقتي, وممكن يفكر في انه يتمرن, اقول له لا انا مدرب وكده, يجي مثلا يجي يتمرن معايا, لكن يفكر يشتغل بيه لسه ما حدش جاله الفكره دي. طيب انت جات لك فكره زي دي وفكره جميله ما شاء الله عليك, يعني في كتير من الشباب بيقف قدام بيبقى حاطط يعني في باله او حاطط لنفسه هدف معين ومش قادر يحققه, فازاي يطور من فكره, ازاي يطور من حياته ويوصل ويبدا من الصفر زي ما انت بادئ كده؟ يعني تحب تقول لي في عامل اساسي ممكن ياثر على حاجه زي كده؟ عامل انتقادات وانه يقابل حاجات انتقادات وكلام سلبي ممكن يخليه ما يكملش زي ما حضرتك قلت لي في البدايه. قلت لي انت بتقابل حاجات سلبيه؟ بقابل حاجات سلبيه, ممكن انا ما اتباغض عنها تماما وما اشغلش بالي بيها, غيري ممكن لا تاثر عليه, وده سهل قوي انه ياثر على اي حد. يعني الانتقادات سهل جدا انه تاثر على اي حد الا اذا قوي وعايز انه يكمل وعايز يبقى حاجه, فاهمني؟ فممكن ده عامل مهم قوي وعامل اساسي انه يبوظ اي حاجه, انا يبوظ اي هدف. الانتقادات والكلام السلبي عامل سهل جدا انه يبوظ اي هدف. انت نميت من, انا عايز اقول من ابسط الاشياء, بس هي بالنسبه لي من وجهه نظري مش ابسط الاشياء, انت نميت فكره يعني ما كانش حد يتوقعها, ان انا الرياضه بتاعتي اعمل منها دخل. يعني قلت لنا ان انت بدات بيها من خلاص انت بتدرب في وقت معين دخلت دروس, بدات الشباب والاطفال بداوا يتجهوا لدروسهم وكده, فبدل ما اقعد بدات ان انا انمي الفكره. وانت بما انك بتحب الرياضه, انا عاوزك يعني برضو معلش هخليك توجه رساله لكل شاب عاوز ينمي من فكره ومش قادر, يتغلب على الموضوع ده ازاي؟ اولا دي ضروره كتير, ما تبصش لاي كلام سلبي اطلاقا. اي كلام سلبي ما تبصلوش خالص, اي انتقادات ما تبصش بالك باي انتقادات ابدا. ليك هدف وليك طريق هتوصل له, يعني بطريقه او اخرى هتوصل له. ما تستعجلش, هتوصل مهما طار الوقت, مهما قابلت من ظروف هتوصل. طالما انت عايز توصل هتوصل, بس ما تخليش حاجه تاثر عليك. انت دربت حد؟ يعني وصلت بيهم لفين؟ يعني انا اقول لحضرتك, انا في البدايه بشتغل بنظام كورسات كويس, مثلا باخد المتدرب من الصفر خالص, بعلمه زي بس السكيت تمام, ويبدا يمشي تمام, خلاص حضرتك معايا يمشي تمام بالسكيت ويعمل حاجه اسمها اكسل ويفضل تمام. ونوع ثاني من انواع الستوبنج برضه ده اول كورس عندي. طبعا بعمله مثلا على مدار ست ايام, ست حصص بس او سبع حصص, خلال ست حصص دول او سبع حصص يكون متمكن من حاجه زي كده. تمكنا من حاجه زي كده وخلاص, انا اقدر اقول له هنتوجه
الكورس الثاني ولا لا؟ ما قدرناش يعني المتدرب كان استعاله اي بسيط او اي شويه ولا وهنحتاج نعيد الكورس الثاني من عيد بعد ما ندخل على مباشر على الكورس الثاني. الكورس الثاني عندي ببدا احط لكم انزال زي كده، انا هوريك حضرتك برضه سريعا انزال زي كده تمام. وخليه مثلا يعدي حوالي انا اوريك الشكل النهائي اللي هو بيعدي حوالي كده كده فاهمني؟ طبعا بقى كده يعني الكوزات دي احنا بنقدر نعدي بيها كده. ده الكوز الثاني فاهمني؟ ده الكوز الثاني. الكوز الثاني والله لو جبت الكلام ده دي زي ايه؟ انا عاملها حاجات دي انا عاملها للشباط ونعمل جامب من عليها مصوبة عادية خالص. انا عاملها في كبير برضه، انا عاملها في كبير خالص مش جاي اي حاجة حاططها مصوبة وانا عاملها عادي بتاعت سباكة حاجات سباكة عادية خالص. انا عاملها في ايدي بحطها هنا للمتدرب يعمل جامب من عليها. عندي هنا ادوات حماية كاملة فحطها جايبها وهنا لسه كنت هسألك يعني ما حدش من أولياء الأمور لما جاب لك ابنه يعني خاف عليه يعني خاف إنه يقع ينكسر يحصل له مكروه ولكن هو المفروض يعني جايين مع مدرب على فكرة كان عندي معايا مدربة بنت كمان أنا معايا مدربة بنت في المكان تمام تمام يعني بس مش لوحدي كويس. فبالنسبة لدي عصام حضرتك أمان وعميد أمان عندنا سيفتي كاملة وعندي ناس سجادة ورا أنا بفرش أنا عشان المدرب برضه لو جاي يعمل جامب ما يلمسش الارض مباشره. تمام سيفتي يبقى تمام كامل. طب تمام يا احمد قبل ما انهي معاك يعني ممكن نستوحي برضو يعني انت طلعت فكرة الدليفري، هل ممكن يكون في افكار تانية يعني مثلا ممكن يبقى افكار تانية لكن هي حالة طبعا مفيش ولكن لو جاء بالي فكرة تانية هبدأ اشتغل عليها فورا طبعا ممكن تطور منها طبعا اكيد شاب كتير يعني ربنا يكرمك يا احمد انت مثال للشاب المجتهد المكافح وربنا يا رب يرزقك دايما كده وتكون ربنا يخليك يا رب. مشاهدينا الكرام في كل مكان احنا رصدنا لحضراتكم احمد 23 سنه يعني عمل من لا شيء شيء غريب سكيت عمل واشتغل ديليفري بالسكيت هنا في مدينه سمنود بمحافظه الغربيه. شكرا جزيلا لحسن المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.